فور إكزامبلز، what's the number of moles of hydrogen uh, required to convert one mole of the opposite compound into a saturated compound؟ جايب لي هنا compound بقول لك وانا انا علشان احول الـ compound ده لـ saturated يبقى إذا هو unsaturated. هحتاج كم مول؟ مش هينفع تشتغل على الـ compound بالشكل ده لازم الأول تحوله للـ structural formula عشان تقدر تحدد بالظبط هي الكومباوند ده كونتين دبل بوند ولا تريبل بوند هل هي تريبل بوند واحده ولا دبل بوند واحده او اكتر فنبدا مع بعض نشوف طبعا زي ما متعودين ن... ن... عندنا السكيلتون الاول اللي هو الكربون اتومز ففي هنا 3 كربون اتوم كربون اتوم نمبر 1 ممكن نعمل لهم نمبرنج كده عشان بس نعرف العدد بتاعهم ما يحصلش اي لخبطه هنا الكربون attached مع هيدروجين اتوم وفي بعد كده الكربون نمبر 2 attached مع الكربون بس ما عندهاش هيدروجين كربون نمبر 3 اتاتش مع تو اه اه هيدروجين اتوم وبعد كده الكربون نمبر 4 اه ما عندهاش هيدروجين كربون نمبر 5 ما فيش هيدروجين كربون نمبر 6 عندها 3 هيدروجين اتوم كده الكلام واضح قدامنا ان انا اقدر احدد بقى احدد هو كده فين الدبل بوند او في تريبل بوند تعال نشوف الكربون هنا عندها 1 سيجما بوند يبقى ايه ناقصها 4 دي كده 1 يبقى كده دي 2 يبقى كده دي 3 يبقى هنا في تريبل بوند بتوين التو كربون اتومز نمبر 1 ونمبر 2 لازم اتاكد ان كل كربون اتومز اتاتشد مع 4 سيجما بوند او باي بوند المهم يكون حواليها 4 بوند الكربون نمبر 2 كده 1 2 3 4 كده الكربون نمبر 2 اوريدي عندها 4 بوندز كاربون نمبر 4 نمبر 3 هيكون عندها ال 4 بوندز الكربون نمبر 4 هنا سنجل بوند يبقى تحتاج هنا تريبل uh, بوند لو لاحظنا كده 1 2 3 4 كده تمام طب الكربون نمبر 5 1 2 3 4 كربون نمبر 6 1 2 3 4 يبقى ان هو ده شكل الاستراكشرال فورمولا للكومباوند عندنا كام باي ادي 1 باي ادي 2 ادي 3 وهنا 4 يبقى احنا عندنا 4 باي بوند احنا اتفقنا مع بعض ان النمبر اوف مولز اوف هيدروجين ايكوال للنمبر اوف باي يبقى حضرتك محتاج 4 مولز اوف هيدروجين جاز 4 مولز اوف هيدروجين جاز عشان اقدر احول الان ساتوريتد كومباوند اللي قدام حضرتك هتحوله لساتوريتد لساتوريتد كومباوند